أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الزيارة لمحافظة الأقصر شملت زيارة البر الغربي من أجل متابعة مستوى التطوير بالمنطقة. كما أشاد مدبولي بأعمال الترميم التي تجرى بمعبد إسنا بالأقصر والتي يقوم بها أبناء وبنات مصر من طلبة الآثار. زرنا الصرح الطبي الكبير جدا الخاص بمستشفى الأقصر وشفنا حجم التنمية الكبير جدا اللي بيتعمل. محافظة الأقصر دخلت ضمن طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي كل الخدمات بقت تقدم في هذه المستشفى وفي مدينة الأقصر، وإن شاء الله بتكتمل. يمكن بنشوف لأول مرة موضوع زرع النخاع، معالجة السرطان، وحاجات متقدمة جدا كان أبنائنا وأهالينا من محافظة الأقصر بيضطروا إن هم ينتقلوا إلى محافظات أخرى عشان ياخدوا هذه الخدمات، فده طبعا شيء مهم جدا. الحمد لله النهاردة الدولة المصرية بتتحرك فيه. الجزء الآخر طبعا طبيعة الأقصر كمحافظة سياحية، كنت حريص جدا على زيارة البر الغربي، وشفنا الحقيقة تطوير الكورنيش في البر الغربي. البر الشرقي كان تم تطويره، ولكن البر الغربي أيضا سيد المحافظ بيقوم بجهد كبير جدا وتطوير كبير بيتعمل. وأيضا كانت ليا فرصة لزيارة أعمال ترميم معبد هابو، والحقيقة يمكن لما جيت في هذا المعبد من سنتين كان في توجيهات للحقيقة الزملاء من المجلس الأعلى للآثار ببدء الترميم فيه وإظهار جمال هذا المعبد، والحمد لله النهاردة شفت حجم عمل كبير جدا قام بيه شباب وشابات مصريات اللي هم برضو بيقوموا بجهد غير مسبوق هنا في ترميم معبد إسنا. وده الشيء اللي يفرح. صحيح هي بعثة مصرية ألمانية مشتركة، ولكن اللي بيقوم بأعمال الترميم هم أبناء وبنات مصر المتخصصين